السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام، بتمنى تكونوا بكل خير. اليوم وصفتنا وصفة كتير طيبة ولذيذة، وعن جد ما لها صعبة أبدا، وصفة الدجاج المقرمش الكريسبي. بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للنهاية، إذا عجبكم لا تنسوا اللايك، وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. ويلا نشوف. الخطوة الأولى، نحن بحاجة لكيلو شرحات دجاج، جبناها وقطعناها بهذا الشكل. بنحاول القطعة تكون رقيقة شوي طبعا مشان يمتص الصوص اللي أنا هلأ بدي جهز له، يا وبحاول كمان أثقبه بالشوكة مثل ما قلنا حتى يمتص الصوص. بحاجة كمان لتقريبا ملعقة ونص من البهارات المشكلة، بهارات الدجاج، ملعقة واحدة من الملح. طبعا الملح حسب الرغبة، فيكم تحطوا أكثر فيكم تحطوا أقل، ولكن أنا أفضل تكون ملعقة واحدة. هلا خل، نحتاج لخل أي نوع من الخل طبعا، ما في مشكلة يعني. ويلا نبلش. بنضيف تقريبا ملعقتين كبار من الخل، طبعا مثل ما قلنا ما في فرق نوع الخل. بنضيف الخل، بعدين بنضيف البهارات والملح، بنذوبها بالمي. كمية المي كاستين أو ثلاث كاسات، يعني مو أكتر من هيك. بنذوبها منيح بالمي، بعدين بنضيف فوقهم الدجاج اللي أنا كنت قطعته ومجهزته. بعدين بعد ما حطيناهم بالمي بنحط الصدورة اللي عندي إياها، طبعاً مفروض أني غطيهم كلهم بالمي الموجود عندي، بهذا الصوص الموجود عندي. هلا بعد ما حطينا قطع الدجاج الموجودة عندي، لاحظنا أنه انغمرت كلياً بالمي الموجود، بحاجة أنا لغطيها وحطها بالبراد. طبعاً إذا مستعجلين ممكن بعد ساعة تطلعوهم وتبلشوا بتحضيرهم للطهي، إذا مو مستعجلين فيفضل أنه يتجهزين من قبل بيوم مشان يمتص الطعمة أكثر وياخذ طعمة البهارات. طبعا مثل ما قلنا سبع بهارات، وفيها ماجي، فيها زنجبيل، جوزة الطيب، هيل، وكاري. وطبعا هاي البهارات كلها القليل منها بتتجمع عبارة عن ملعقة ونص كبار، وبيصيروا عبارة عن بهارات الدجاج أو بهارات الكريسبي. هلا عنا الخطوة الثانية، هاي الخطوة كتير مهمة لأن هي اللي بتساعدني حتى يطلع عندي الشكل المقرمش للدجاج. عنا أربع كاسات من الطحين، عنا نصف ظرف فانيليا أو نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، نحتاج كمان لنصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة اللي استخدمتها قبل شوي، كمان نصف ملعقة من الملح. نخلطهم مع بعض بالطحين. نخلط منيح بالطحين. هلأ الخطوة الثالثة عنا، طبعا بعد ما طلعنا الدجاج من البراد مثل ما قلنا أقل شيء بحاجة لساعة ينتقع بهذا الصوص اللي نحن عملناه. طبعا إذا كان قبل بيوم أفضل. طلعنا الدجاج، جبنا كمان وعاء حطينا فيه مي والطحين اللي جهزنا، وخلونا نبلش. قطعة من الدجاج ناخدها ونحطها بالطحين، ونغطسها بالطحين بهذا الشكل، ونطلعها من الطحين ونحطها بالمي فورا ونطلعها. رجعنا حطيناها مرة تانية بالطحين، نخلطها كتير منيح بالطحين بهي الطريقة حتى نحس انه طلع لها مثل حراشف، مشان يطلع عندي شكلها مثل كريسبي السوق. صارت عندي بهذا الشكل هيك بهي الطريقة. مثل ما قلنا بنغطسها بالطحين بعدين بالمي، نطلعها فورا من المي، نصفيها ونرجعها على الطحين. هاي الخطوة كتير مهمة لأنه هي اللي بتساعدها يصير شكلها
بهذا الشكل، يعني تطلع مقرمشة وإلها مثل الحراشة مثل ما قلنا، أو ما بعرف شو بتقولوا لها يعني. عم نستمر بنفس الطريقة. طبعا انا من وقت ما بلشت بتغطيس الدجاج بالطحين حطيت الزيت اللي بدي اقلي فيه على النار حتى يحمى، وقت خلص فورا بلش بالقلي، وتكون هي الخطوة الاخيرة. هلا عم نطلعهم تقريبا اخذت معي الوجبه بالزيت 10 دقائق. بعد الشيء برجع لحماط الزيت الموجوده عندكم للغاز، كمان حطيت محرمه او ورق بقلب الدجاج اللي بدي احط فيه عشان يمتص الزيت. عن جد شكلهم بشهيق، والطريقه ابدا مو صعبه. وهيك بيكون صار عندي الكريسبي جاهز، عن جد طلع روعة. بنصحكم تجربوها، طريقة كتير بسيطة مثل ما شفتوا، ما بتعذب كتير وطلع مثل السوق تماما. بتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، وإذا ما لكم مشتركين بالقناة تشتركوا وتفعلوا الجرس وتشاركوها مع أصدقائكم. ألف صحة وهنا، انتظروني بفيديو جديد.